أصدقاء المتابعين، حالا بالا بالا، انقلاب عربية تحمل كراتين بيض على طريق الإقليمي بنها. العربية طبعا زي ما احنا شايفين كراتين بيض مغرقة الأرض، صفار وبياض وإيه حاجة كده منتهى البيض اللي في الدنيا. أنا ما أعتقدش إن ده بيض يعني، فاهمة؟ ولا إن التاجر ده كان ناوي يبيعهم بسعر أعلى. أنا بيتهيألي دول الناس زمايلي يعني، أو الناس اللي بنقابلهم في حياتنا، الناس البيضون اللي احنا بنشوفهم في حياتنا يعني. المهم ربنا يعوض على التاجر ده، ودي حادثة كده حصلت يعني من لحظات، فبنخبركم بيها. واي تفاصيل جديدة، هل هيعرفوا يلموا البيض، هل هيعرفوا يعملوا حاجة في البيض، انا اكيد هنقول لكم يعني.